مرحبا بكم جميعا. يمتلئ العالم الذي نعيش فيه بالأشخاص القوية جسمانيا والذين لا تود العبث معهم على الإطلاق، حيث إنهم من الممكن أن يقضوا تماما على أي شخص يفكر في مواجهتهم. بعض الناس يعشقون ويعجبون بهذا النوع من الرجال، بل إنهم يعتبرونهم مثلهم الأعلى، والبعض لا يعرفون عنهم شيئا في الأساس. اليوم في أعرف سنتعرف معاً على 9 أشخاص أقوياء جسمانياً جداً لدرجة أنك ستدعو الله ألا تواجههم أو تعبث معهم في يوم من الأيام. هيا بنا نبدأ في قائمتنا. واحد، جاجا أوغورو. يطلق هذا الرجل على نفسه اسم النينجا، ولا يعد هذا اللقب مجرد لقب عادي، بل إنه واقع فعلي، إذ أنه يتدرب ويتمرن التمارين الرياضية المختلفة منذ أن كان في مرحلة الطفولة. قرر والداه أن يلحقاه بدروس رياضة التايكوندو عندما كان عمره 4 سنوات فقط، ومنذ ذلك الوقت لم يتوقف جيجا عن ممارسة الرياضة والتدريبات المستمرة مطلقاً. وكما يبدو أمامنا، لم يكتفي جيجا برياضات الدفاع عن النفس، وقرر عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات أن يمارس رياضة الكاراتيه والملاكمة. وبالرغم من كل تلك الرياضات، لم يشعر جيجا بالاكتفاء الذاتي، وقرر أن يمارس الأكروبات ليضيف مجموعة من الحركات والتقنيات التي تجمع بين كل تلك الرياضات، حتى تمكن من إنتاج حركات جديدة لا تنتمي إلى رياضة معينة وتنتمي إلى أسلوبه الخاص. وهو من أكثر الأشخاص البارزة في العالم في مجال الفنون القتالية. شاهد معنا هذا المقطع لجزء بسيط من تدريبه، وستندهش من احترافه والبناء العضلي البارز لجسده. اثنان، شيان مينغ. لا يمكننا أن نكمل قائمتنا من دون أن نذكر الراهب المحارب الذي يعد من أقوى الأشخاص ذهنياً وجسدياً على مستوى العالم. هذا الراهب يدعى شيان مينغ، وهو الأخ السابع من إجمالي 9 إخوة. عندما كان عمره 5 سنوات، أخذه والديه إلى المعبد ليتعلم الفنون القتالية والمحاربة، وبذلك فقد كان يعد أصغر محارب بالمعبد حينها. تعلم مينغ فنون الدفاع عن النفس والفنون القتالية والعديد من الألعاب الخارقة المتعلقة بالفطنة والحكمة. ومع تقدم شيان في العمر، كان يتقدم في المستوى الاحترافي أيضاً، وكان يفوز بالعديد من المسابقات العالمية. وفي عام 1992 تم اختيار شيان مينغ ليكون المرشد والمعلم الأساسي لمؤسسة رياضة الكونغ فو في الولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ ذلك الحين لم يقرر شيان مينغ أن يعود إلى الصين مرة أخرى، وذلك لأنه أثناء قرب ميعاد انتهاء إقامته هرب شيان مينغ من الفندق واستقل سيارة أجرة بلا مقصد محدد، وهذا ما جعل السائق المنزعج ينزله في منتصف الطريق ويتصل بالشرطة. عندما جاءت الشرطة، كان شيانغ لا يعرف الإنجليزية، فحاول أن يريهم صوره والإعلانات التي تخصه، فأمرت الشرطة السائق أن يقله إلى مطعم صيني ليجد أي أحد يتواصل معه. وفي المطعم وجد صعوبة أيضاً في التعامل مع الصينيين الموجودين لاختلاف لهجتهم عن لهجته، حتى تمكن من إخبارهم ما يريد، وظل متمسكاً بتواجده في الولايات المتحدة إلى أن عين رسمياً كمدرب لرياضة الكونغ فو في نيويورك. ومنذ أكثر من 25 عاماً حتى الآن، قام شيان مينغ بتدريب مئات الرياضيين بما فيهم بعض المشاهير. اشتهر شيان مينغ كثيراً وسجلت له العديد من الأفلام الوثائقية لتعريف الناس برياضة الكونغ فو والإظهار قوته الفائقة التي لا يوجد لها مثيل في مجال هذه الرياضة. 3. مينا راجفان. تعتبر فنون الدفاع عن النفس الهندية التي تدعى كلاريبياتو من أقدم فنون الدفاع عن النفس، حيث يبلغ عمر هذه الرياضة ما يتراوح بين 1300 إلى 2300 سنة. حتى الآن تتم ممارسة هذه الفنون القتالية في المعابد على يد الرهبان والمحاربين، وتعتمد هذه الرياضة على الركض والقفزات السريعة والعالية المدعمة بالأسلحة المختلفة مثل السهام والسيوف والأدرع والفؤوس. وتستخدم مينا راجفان نوعاً خاصاً من السيوف يساعدها في الأداء المحترف
التي تقوم به أثناء تدريبها وممارستها لتلك الفنون القتالية الهندية، فهي تشتهر في الهند بأكملها لدرجة أن معظم الشعب الهندي حتى غير المهتمين برياضات الفنون القتالية إلى درجة كبيرة يعرفونها. أكثر ما يميز رياضة الفنون القتالية في الهند هو أنها تسمح للنساء بالمشاركة فيها مثل الرجال تماماً، فمن الطبيعي أن تجد فتيات يتدربن ويمارسن تلك الرياضة، ولكن من الغريب جداً أن تجد امرأة قد تعدت 70 عاماً تمارس هذه الرياضة باحترافية كبيرة، وهي تصنف رسمياً كأكبر شخص يمارس الكلاريبياتو في العالم. ففي الوقت الذي يفضل فيه معظم الناس الذين وصلوا إلى هذا السن الكبير المكوث في منازلهم للاسترخاء والراحة، تقوم هذه المرأة بتدريب الأجيال الصغيرة وممارسة هذه الرياضة القتالية باستمرار. أظن أن استمرارها هذا يرجع إلى عشقها الكبير لهذه الرياضة، إذ أنها بدأت ممارستها منذ أن كان عمرها 7 أعوام فقط، وقد أسست مينا راجفان مدرسة خاصة لتعليم فنون الدفاع عن النفس الهندية. والجدير بالذكر أن نسبة إشغال مدرستها كبيرة جداً طوال العام، وتمتلئ بالمواطنين الهنديين والأجانب، وهي لا تأخذ أموالاً من غير القادرين وتدربهم مجاناً. يطلق عليها المتدربين لقب الجدة، وصرحت مينا أنها لن تغلق هذه المدرسة مطلقاً، وستستمر في نقل معرفتها وخبراتها برياضة الفنون القتالية الهندية إلى الأجيال القادمة. 4. فيتو بيرباساري. إذا أخبرتك أن هذا الرجل إنساناً خارقاً لن تصدقني، ولكن عندما تعرف أن عضلاته تشبه الحديد في صلابتها وسمكها وقوتها، وأن طوله يبلغ 196 سنتيمتراً، وأنه يستمر في التمارين الرياضية منذ أعوام كثيرة، ربما قد تصدقني. نحن أمام مدرب اللياقة البدنية الألماني فيتو بيرباساري. يعد فيتو من لاعبي كمال الأجسام المحترفين، وهو يعمل الآن كممثل في أمريكا، وقد شارك بالعديد من المسلسلات الأمريكية الشهيرة. قد يبدو وجهه مألوفاً بالنسبة لك، إلا أنك لا تعلم ماذا يفعل عندما يغضب هذا الرجل. لن أخبرك بما سيحدث، ولكن سأتركك تخمن. أصبح فيتو مشهوراً جداً على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أن عدد متابعيه قد تعدى 100,000 متابع. 5. ميندي كيلي. يدعي البعض أن النينجا المحترفين يجب أن يكونوا رجالاً حادين مرتدين لقناع يغطي قسوتهم عن العالم، ولكن ميندي كيلي غيرت كل المقاييس والمعايير المعروفة عن النينجا، إذ أنها جميلة جداً وتعيش حياة معاصرة، وفي الوقت ذاته تحترف رياضة فنون الدفاع عن النفس. فقد بدأت التدريب لهذه الرياضة منذ أن كان عمرها 4 سنوات، وتمكنت من الحصول على 10 الألقاب العالمية في المسابقات المتعددة. تؤمن ميندي أنه لا يوجد شيء مستحيل، بالتالي ليس هناك أي شيء يوقفها، ولا يمكننا توقع استقرار أدائها على مستوى معين. 6. إنغونيو. ماذا سيحدث إذا قمنا بالجمع بين حركات التايكوندو الذكية والغاضبة مع حركات الووشو اللطيفة؟ تم اختراع هذه التقنية التي تجمع بين الرياضتين منذ عام 1995، وقد تحتاج إلى الإصرار والتصميم والقسوة والصرامة. يعد إنغونيو من أفضل اللاعبين والمدربين الذين يمارسون هذا النوع من الفنون القتالية. منذ أن كان عمره 5 سنوات بدأ إنغونيو في ممارسة التايكوندو، وعندما بدأ يكبر وينضج ازداد عشقه للفنون القتالية المختلفة، وقرر أن يتعمق في هذا المجال ويعرف عنه الكثير والكثير. استمر كذلك حتى قرر أنه بحاجة إلى شيء مختلف وزائد عما يفعله، لأنه لا يشعر بالكفاية من التايكوندو، وهذا ما جعله يجرب ويتعرف على تقنيات جديدة جعلته بهذا المستوى المميز والمحترف. شاهد معنا هذا المقطع وستندهش من حركاته المحترفة. سبعة، جي دي أندرسون. يبدو هذا الرجل القوي البنية مذهلاً جداً، فهو يعد أسطورة بذاته، ليعتبره الكثير من الشباب مثلهم الأعلى، وأنا لا أقول ذلك لقدرته على كسر عصا البيسبول أو تقطيع القطع الخشبية بفمه، بل إن السبب وراء تلقيبه بالأسطورة
هو أنه تغلب على نفسه 6 مرات وتم تسجيله في موسوعة جينيس 6 مرات، وأطلق الجماهير عليه لقب الرجل الحديدي. وإذا كنت تتساءل عن السبب وراء هذا اللقب أيضاً، فأود أن أخبرك أنه قام بكسر الألواح الجليدية السميكة برأسه فقط من دون أن يستخدم أي آلة داعمة له. وما ساعده لكسر ألواح الثلج السميكة هو قوته العضلية وغضبه وطاقته التي أخرجها في الجليد. 2-1-GO! ثمانية، لوكاس نوفوتني. إذا كنت تعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك أحد مثل روبن هود بالحياة الواقعية، فعلى الأغلب أنت لم تسمع عن لوكاس نوفوتني. ولد لوكاس في سلوفاكيا وتدرب منذ صغره على أن يكون نحاتاً لزجاج. وعندما بلغ لوكاس 21 عاماً من العمر، هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك استمر لوكاس فترة في نحت الزجاج، ثم انتقل إلى الشغف الحقيقي له ألا وهو الرماية. وفي عام 1998 أسس لوكاس شركة لإنتاج الأسهم وبيعها، ومنذ ذلك الحين أصبحت شركته هي الشركة الرائدة في العالم في إنتاج أفضل الأسهم التقليدية المعروفة على مستوى العالم. 9. دانيلا دي أنجلو. تبلغ دانيلا 16 عاماً فقط من العمر، ولكن إطلاقها للنيران جعلها محترفة في هذا المجال وذو خبرة كبيرة أثار جدلاً أكثر من أي شخص أكبر منها بسنوات. يمكنها أن تتعامل مع كل أنواع البندقيات والمسدسات، بداية من البندقية اليدوية إلى البندقية الآلية. ومن الطبيعي أن لا يكون هناك الكثير من السيدات اللاتي يقدرن على إطلاق النيران بهذا الشكل، فما بالكم بفتاة صغيرة في العمر؟ تعد دانيلا فريدة من نوعها ولا يوجد لها مثيل. في البداية كانت تمارس إطلاق النيران كهواية لها، وعندما شعرت أنها ترغب في المزيد وأن مستواها يزداد احترافية، قررت أن تتعامل مع إطلاق النيران كرياضة تمارسها وتظهر احترافها فيها. تنصح دانييلا كل فتاة تريد أن تطلق النيران أن تفعل ذلك دون خجل أو خوف مما سيقوله الناس وما سيظنه فيها، لأنها فتاة صغيرة، فليس هناك صغيراً وكبيراً، لأن المهم هو أن هناك شخص يطلق نيراناً باحتراف وشخص هاوي. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.